تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة. أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على هذه الدول وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركات.